سبور اكسبريس. مرحبا بكم في سبور اكسبريس. رسميا مرتضى بن ونس باش يغيب على كأس افريقيا، بعد شويه نعطيكم الاسباب وكل التفاصيل وهل سيتم تعويضه في قائمه المنتخب الوطني التونسي. لكن قبل البداية مع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الأخيرة من المرحلة الأولى، المقابلات انطلقوا مع ماضي ساعتين في المجموعة الأولى. الرهان مازال مفتوح فقط على النقاط الحوافز، بما أننا نعرف الفرق اللي باش تلعب البلاي اوف والبلاي اوت كيف كيف الأمر محسوم في المجموعة الثانية. لكن المجموعة الأولى مازال الرهان كبير على نقاط الحوافز. في تبرقة مقابلة تجمع الأولمبي البيجي بالنادي الإفريقي، مقابلة موجود فيها مراسلنا إيهاب النفزي، موجود معنا مباشرة. مرحبا إيهاب. ديمو زي كفام 9 لاعب والنتيجة 0-0 بين الأولمبي الباجي وضيفه النادي الإفريقي. ويظهر لي المراسل بتاع باجا ولا رحالة باعتبار أنه بعد مجاز الباب هذا الملعب البلدي بتبرقة وين الأولمبي الباجي يستضيف النادي الإفريقي في إطار الجولة الختامية من المرحلة الأولى للبطولة التونسية. وهذه المباراة تتلعب على نقاط الحوافز، والهدف الأول للنادي الإفريقي عن طريق الطيب المزياني دقيقة 10 طيب المزياني يفتتح النتيجة. إذن مراد العقبي في الأولمبي الباجي يعول على عبد السلام الحلاوي في الكاج، رين دربالي، محرز بن راجح، ياسين بوعبيد، اسكندر صغير، شرف الدين عون، محمد العبسي، عثمان كومباسا، عبد الله باتيلي، أحمد العمري وربيع الحمري. محمد الحاج علي في النادي الإفريقي يعول على نور الدين الفرحاتي في الكاج، بقيت الملاعبية غيث الزعلوني، آدم الطاوس، توفيق الشريفي، عامر العمراني، أحمد خليل، حسام السويسي، شهاب العبيدي، الطيب المزياني صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، رشاد العرفاوي، وثيق سليق إيدو، طاقم التحكيم علي مختار في الساحة يساعدوه كل من بسام عبودة، أسامة القفصي، محمد العاقل حكم أربعة. إذن 11 دقيقة في الملعب البلدي بتبرقة والنتيجة تغيرت من الدقيقة 9 لصالح النادي الإفريقي عن طريق الطيب المزياني. كنت توصفنا الهدف كيف سجل إيهاب وش نرجع لكم بعد شوية. التوغل في العمق من الطيب المزياني ويرفع كرة بالحارس. واضح به. هي بتقعد معنا لين باش نرجعوا لك بعد شويه باش نتابعوا المقابله هذه، مقابله مهمه في الصراع نتاع نقاط الحوافز، مقابله اخرى مهمه في صراع الحوافز، مهمه خاصه للنجم الساحلي اللي يحل ضيف على مستقبل سليمان. مقابله حاضر فيها مراسلنا خالد الهرقام. مرحبا خالد. مرحبا بك مكي، اجمل تحيه ليك من ملعب البلدي بسليمان. هنا وصلنا الدقيقه، داخلين الدقيقه 11 والنتيجه تغيرت منذ الدقيقه 6 لصالح النجم الرياضي الساحلي. هدف صالح البرهومي، صالح البرهومي يفتتح النتيجه بعد عمل كبير من حسين بن علي اللي توغل من الرواق الايمن لدفاع المستقبل سليمان ومهد كره على مستوى الدوزيام بوتو صالح البرهومي اللي مرقاش أبنى صعوبة في تحقيق وافتتاح النتيجة لصالح النجم الساحلي اللي تخلى المباراة بقوة وافتتح النتيجة. نمر مباشرة لتشكيلتي الفريقين. بالنسبة للفريق الضيف يمثلوا في حراس المرمى علي جمل، صالح الغدام في جاسر الخميري، لؤي بن حسين، حسام بن علي، جاكن بي، سميلة سيدي بي، أسامة عبيد، راقي العواني، صالح البرهومي ويوسف العبدلي. هذه تشكيلة المدرب عماد بن يونس، بينما أنيس بن جلبان لحداش الأساسيين، وسيم القروي في المرمى، محمد الحبيب يكن، خليل القنيشي، محمد عزيز بن محمد، أنس البرباطي، محمد فراس غومة، ماريانيو أهوانقبو، أسامة الهيش، جاسم بالكيلاني، محمد ريان الحمروني، وسجنا إبراهيم السنغالي. وصلنا لحداش دقيقة، تقدم النجم الرياضي الساحلي بهدف صالح البرهومي منذ الدقيقة الثالثة. واضح، شكرا لك خالد، نرجع لك بعد شوية نتابعوا السكور في المقابلة هذه، المقابلة الثالثة في المجموعة الأولى في ملعب بنجردين، اتحاد بنجردين قوف القفصة، الحكم هو حسام بالحاج علي. مقابلة في توقيت 10 دقائق تقدم الاتحاد بنجردين 1-0 هدف محمد أمين المسكيني. في المجموعة الثانية في ملعب حمادي العقربي في راس، كما قلت المجموعة الثانية مقابلتها شكلية بما أنه نقاط الحوافز محسومين، الترجي في الصدارة، الاتحاد المنصيري مركز ثاني، والنادي السيرسي في المركز الثالث، الترجي نادي البنزرتي. مقابلة وصلت التوقيت 10 دقائق والكيباسوي افتتح النتيجة
للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة العاشرة حاليا نلعبوا في 11 دقيقة في مباراة الترجي ونادي البنزرتي تقدم للترجي واحد بلاش مباراة في ملعب المهيري في صفاقس دون رهان بما أنه الزوز فرق مترشحين لكن الاتحاد المنصير مترشح ثاني والنادي صفاقسي مترشح في المركز الثالث مقابلة زفر الحكم مجدي بلغة وفي ملعب المتلوي 13 دقيقة لعب نجم المتلوي مستقبل المرسى تحكيم الأسامة الشريط بالنسبة للفرق المعفاة في المجموعتين اتحاد تطاوين معفى في المجموعة الثانية والملعب التونسي معفى في المجموعة الأولى بالنسبة للترتيب ترتيب في المجموعة الأولى خاصة اللي فيها الرهان يبدو أنه نجمو نمشيو نجم يكون موجود حتى الفصل 22 لكن الترتيب قبل مباريات اليوم الملعب التونسي في الصدارة 24 نقطة النجم الساحلي ثاني 22 نقطة النادي الافريقي ثالث ب 21 نقطة كما قلت الثلاثة فرق مترشحين للبلاي اوف والثلاثة فرق معنيين في النقاط الحوافز وباء كذلك بالصدارة الأولمبي البيجي في المرتبة الرابعة 14 نقطة اتحاد وين جريدين المرتبة الخامسة 12 نقطة خوف القفصة ب 12 نقطة المرتبة الأخيرة لمستقبل سليمان ثلاثة نقاط ترتيب في المجموعة الثانية ترتيب قبل المقابلات متاع اليوم الترجي في الصدارة 31 نقطة وضمون ثلاثة نقاط حوافز الاتحاد المنصيري 25 نقطة في المرتبة الثانية وضمون زوز نقاط حوافز النادي صفاقسي المرتبة الثالثة والنقطة واحدة حوافز 19 نقطة في رصيد وبالنسبة للفرق اللي باش تلعب بالبلاي اوت النادي البنزرتي المرتبة الرابعة 15 نقطة المنجم المتلوي في المرتبة الخامسة 9 نقاط مع اتحاد تطاوين ومستقبل مرسى المرتبة الأخيرة زوز نقاط نذكر نقاط الحوافز صاحب الصدارة 3 نقاط المرتبة الثانية زوز نقاط والمرتبة الثالثة نقطة واحدة في البلاي اوت صاحب المركز الرابع يخو 4 نقاط المركز الخامس زوز نقاط المركز السادس نقطة واحدة والمرتبة السابعة والأخيرة يخو 0 من نقاط رسميا مرتضى بن ونيس باش يغيب على كاس افريقيا الاسباب عائليه قاهره تحتم عليه العوده لتركيا بسبب مرض بنته اللي عمرها عامين ان شاء الله ربي يشفيها بالتشاور مع الاطار الفني ما بين مرتضى بن ونيس والاطار الفني تقرر اعفائه من المشاركه بالنسبه لموضوع تعويض مرتضى بن ونيس او الاكتفاء ب 26 لاعب في القائمه القرار باش ياخذه جلال القادري اليوم بما انه اليوم اخر اجل الارسال للقائمه النهائيه للاعبين المشاركين في الكان نواصل مع المنتخب وتحذيرات متواصلة للكان تمرين اليوم مبرمجة مع الأربعة ونص في رادس دون حضور الجمهور مصادر إعلامية بريطانية أكدت اليوم أنه مدرب المان يونايتد ديريك تن هاغ رفض مغادرة حنبل المجبر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي واشترط تعافي كازيميرو وميسون ماونت لسماح مغادرة حنبل وحسب مصادرنا الخبر هذا مش صحيح حنبل قاعد يدرس في عروض وخاصة في طريقة مغادرة المان يونايتد في الميركاتو الشتوي الحالي خصوصا أنه عقد يوفى في جوان 2024 وإلى حد الآن ما تمش تفعيل البند التجديد الآلي الموسم إضافي المدرب السابق نادي الافريقي سعيد السايبي رفض عرض التدريب مستقبل المرسى وخير في الوقت الحالي التركيز على التكوين للحصول على شهادة الكاف برو عدم تدريب في تونس من جهة أخرى السايبي عنده عرض من فريق مغربي مازال ما ردش على العرض هذا نرجع على مقابلات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من بطولة زوز مقابلات في أمريهم في المجموعة الأولى في طبرقة المراسل الرحالة إيهاب النفزي يعطينا التوقيت والنتيجة مرحبا إيهاب مرحبا مكي من جديد وكل مستمعي راديو موزايكا فام 16 دقيقة 17 دقيقة لعب والنتيجة دائما هدف لصفر هدف بإمضاء طيب المزياني في الدقيقة التاسعة لصالح النادي الافريقي يعطيك الصحه في ملعب سليمان خالد الهرقام يعطينا سكور في مباراه مستقبل سليمان نجم الساحلي 16 دقيقه و30 ثانيه في ملعب سليمان دقيقه النتيجه ديما واحد بلاش للنجم الساحلي هدف صالح البرمومي البرهومي في الدقيقه السادسه شكرا ليك 15 دقيقه خالد دونك 15 دقيقه لعب في مباراه اتحاد بن قردان قاو في القفصه تقدم الاتحاد بن قردان 2 بلاش بالنسبه لمباراه المجموعه الثانيه ترجي متقدم على نادي البنزرتي واحد بلاش نجم المتلوي متقدم على المستقبل الرياضي متعادل مع مستقبل المرسى بنتيجه 0 مقابل 0 اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على السيت موزايكا فام بوانت